نتحدث عن مدرب في الستينات من عمره. وهذه الكرة هجمة بداية فيصلوية داخل المنطقة، تحضير هذه الكرة، كرة كرة جول 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 من عمان إلى عمان، من السلطنة جاء ليكون آخر سلطنة الراشدي، وبداية في الدقيقة السابعة يضع الفيصلي في المقدمة. الراشدي حاتم في ثاني أهدافه في بطولة الدوري، آخر سلطنة بكرة تعانق شباك عبد الستار. البداية كانت من العكش والتحضير من محمد يوسف الرواشدي والكرة جول، هدف فيصلاوي، بداية نارية. هذا ما يحتاجه الكلاسيكو، مثل هذه الأهداف الجميلة بتحضير جميل بعمل جماعي. ولكن هذا لا يعني شيء، العبرة في الخواتيم. شوف العمل من الرواشدة، تحضير ممتاز، الرؤية والكرة في الشباك، هدف جميل وتحضير أروع من حاتم الرشدي. إذن أبو عابد أيضا صولات وجولات.